هناك مبادئ أو مناهج معينة في التعامل مع هذا الناس الديني لا سيما في هذا العصر العولاني. جيد، شكرا. بالنسبة للقسم الأول طبعا، كيف يمكن أن نستخدم بعض النظريات أو بعض المواقف الفلسفية والعلمية في تأويل القرآن؟ لأن معظم اختلافات المسلمين هي في مركزية اختلاف التأويل. هو هذا وهنا يحددها الغزالي. نعم. يحدد في كتاب فيصل الأفريقي بين الإسلام والزندقة، يحدد أولا أهمية فعل التأويل. نعم. ومشكل الاختلافات مثل ما ذكرت بين الفرق. نعم. الفكرية الإسلامية، ويرد أن كل الاختلافات تقريبا تعود إلى مشكل الاختلاف في التأويل، وخاصة إلى الحكم على المختلف في التأويل. ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوة.